بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل الجزء التاسع من نشرة العمل اللي هنثق فيها الليفت سايد بار بتاع الويب بيج اللي احنا بنعملها. دي كانت اخر حاجة احنا وقفنا لها يا جماعة. ان احنا طبعا كنا عاملين البراند بتاع الشركة، كنا عاملين السيرش بوكس، كنا عاملين المنيو، كنا عاملين الكونتنت بوكس، بعد كده خدنا عملنا سايد بارز، نسقنا الرايت سايد بار لحد ما وصل بالشكل دوت. تمام كده، قاعدين بس شويه حاجات هنا نخلصها في الليفت سايد بار ونكون كده خلصنا السايد بارز بشكل عام. هنيجي جوه الدريم ويفر وبعد كده نخش جوه الستايل شيت بتاعنا. تمام كده، وادي الليفت سايد بار اللي هو كان معمول له فلوتنج ليفت. معايا تليفون بس هرد عليه وبعد كده ارجع اكمل معاكم. هنكمل. انا هنا طبعا عندي الليفت سايد بار وكنا عاملين له الفلوت بتاعه ليفت. تمام كده، هنيجي نوصل للاوردر ليست والليست ايتمز اللي موجوده جوه الليفت سايد بار. يبقى هنكتب هاش وبعدين ليفت ليفت سايد بار. تمام كده، بعد كده الاوردر ليست بتاعتي، وبعد كده عندي ليست ايتمز اللي هي موجوده داخل الاوردر دي بس. وتعالى نمشي خطوه خطوه ونشوف هنعمل ايه. خلي دي هنا، خليها تحت عشان بحب ايه اشتغل فرونت وفصل. طيب اول حاجه عايزين نعمل نشوف البيدنج توب. هنعمل بيدنج توب كده ونشوف مثلا 17 بكسل بيدنج داش توب هنحطها 17 ايه بيكسل. وتعال نشوف هيطلع الشكل ازاي. ده HTML ودي صفحة الويب. هتبص تلاقي ال 17 بيكسل كويسة بس نزلة يعني نزلة شوية تحت، فهنخفها نخليها مثلا وليكن 10. هنرجع للدريم ويبر نخليها 10 بيكسل. كنترول اس هنجيب بعيد شوية. بس نشوف ال HTML ونشوف دريم ويفر از كروم وكده معقولة. ولو انت حبيت تخف شوية تاني بحيث انها تطلع شوية تاني فوق مفيش مشكلة برضو، يعني ممكن نخليها مثلا 7 بكسل. خلي دي 7 بكسل. كنترول اس تعالى ال HTML ونشوف كده كده 7 بكسل ايه معقول. تمام كده. طيب تعالى نعمل كمان نعمل بادنج بوتون ما بين كل واحده واحده بحيث ان هي تنزل شويه، يعني تبقى في فاصله بينها وبين التاني. وراكم مثلا 10 بكسل. تعالى نخش على دريم ويفر ستايل شيت وبعد كده نحط البادنج بادنج داش بوتون وليكن 10 بكسل 10 بكسل. كنترول اس تعال نشوف كده. كده المسافات ايه فتحت عن بعض شوية بهذا الشكل. تمام، محتاجين كمان ان احنا نعمل خلفية. خلفية زي الخلفية اللي احنا عملناها هنا دي. عاوزين نعمل لكل ليست ايتم من دولة صورة بالشكل دوت. انا طبعا عملت صورة هي زي علامة الصح كده، احنا مسميها التك ديت، وهنحطها مع كل ايتم من ايتم دولة. في طبعا خاصية اللي احنا استخدمناها المرة اللي فاتت اللي هي ليست ستايل ايه الليست ستايل ايمج تقريبا، اهي الليست ستايل ايمج بيو ار ال. ده تكنيك انت ممكن تستخدمه. تعال نجربه الاول بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني او تكنيك تاني ممكن نستخدمه عن طريق الباك جراوند. اول حاجه بيجي الليست ستايل ستايل داش ايمج وبعد كده نختار يو ار ال براوز ونختار العلامه دي مثلا اللي هي التك ديت. تمام، ونحط ايه نحط فصل كنترول اس. تمام تعال نبص كده على HTML وتعال نخش هنا. هنبص تلاقي العلامه بتاعت الصح جت تمام في المكان بتاعها بالظبط. وكل اللي محتاجينه ان احنا نزود يعني البيدنج بتاع الرايت بتاع اليو ال كله على بعضه. تمام كده، فانا ممكن اجي اشاور على الليفت سايد بار يو ال
يعني ممكن اجي في الحته دي كده اهو واقول له الهاش ليفت سايد بار سايد بار اليو اللي بس لوحديها تمام كده، واضغط انتر واديها رول جديده بهذا الشكل تمام، واخلي البادنج رايت بتاعها مثلا وليكن 60 بكسل وتعالى نشوف هيحصل ايه. بادنج رايت تعالى نبدأ ب 60 بكسل زي ما احنا كنا عاملينها ايه فوق، كنترول اس تعالى نشوف كده ادى اتش تي ام ال ودي دي، هتبص تلاقي الناس ايه الدنيا ماشيه كده تمام. وممكن اعمل كمان انا بادنج رايت هنا في الحته دي اتوسع بيها المسافات شويه، تعالى كده تشوف في الليست ايتم في بادنج توب بادنج بوتوم، ممكن اعمل بادنج رايت وليكن مثلا 5 بيكسلز ونزودها برضه لو احنا محتاجين. كنترول اس مش رايت شمال نيجي هنا هتلاقي في مسافة ايه فصلت شوية ما بين ايه العلامات اهي تمام كده. لو انت عاوز توسع شوية بحيث ان انت تدي يعني زي السيميلاريتي هنا بين هنا وهنا ممكن توسع برضو البادنج هنا اللي هو كان بادنج بوتوم ده خليه مثلا وليكن 15 بيكسل. كنترول اس وتعالى نشوف بص كده على اتش تي ام ال هتلاقيها يا دوبك ايه جاية تقريبا مع ايه مع التاني. بكده نكون خلصنا السايد بار سواء كان الرايت سايد بار او الليفت سايد بار ونسقناهم بطريقه احترافيه وكويسه تمام كده بحيث ان هي تديني الشكل اللي انت شايفه دوت. وبكده نكون انجزنا الجزئيه دي النهارده، هتبقى لنا ان شاء الله جزئيه الفوتر دي هناخدها في حصه ثانيه باذن الله تعالى. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، اذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه وكلكم متشكرين، وانا بشكر كل الناس اللي دعمتنا في عمليه السبسكرايبنج لكن لسه لحد دلوقتي ما وصلناش للتارجت اللي احنا عاوزينه هو 10,000 مشترك وان شاء الله نوصل معاكم. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.